ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مشان اجيب لك شوكولا. شو عمتي؟ رح تروحي ولا شو؟ لك يا حبيبي يا عمتي، نحن ما صدقنا ايمتى خلصنا من هالمصيبة، بدك يعني روح على مصيبة تانية برجلي؟ عمتي إذا ما رحتي هلا أنا بروحها. يا حبيبي يا عيني شو انبسطت أنا؟ منشان هيك عمتي روحي أنت، على أساس عم تطمني على أم زهرة، منه بتطمني لي على زهرة، الله يخليكي. طيب
حاضر رح اروح، بس انت اصحك اصحك تروح لهنيك، لانه والله والله اذا عملتها لحتى تفوتنا بمشاكل الى اول ما لاخر. سمعان يا عنتر زمانه؟ ايه سمعان. دخيلك يو رح استناكي. روح بلا كولك تضرب بها الوش. روح هذا يبعت لك عمه لك يضرب الحبش وبيزني. رايح تناحتك حد ودينا على جهنم الحمراء. هي مانا تناحة، هذا ما حدا بحس فيه إلا اللي بيحب. لا تواخذني، حبك رح يوديك ويودينا ويودي زهرة على جهنم الحمراء. زبطت الجملة بالمنطق تبع راسك؟ زبطت؟ كملتي أكلك؟ يا نجم تعا نشور هدول. زينة 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 زنزون، هلا سؤال زينة، إذا عم تتخبي علي قولي لي تليفوني كون، يعني أنت هون. زينة زينة ايه تينا؟ يا دخيلك تعال عندي بسرعة. ليش شوفي؟ شو بك تينا؟ زينة زينة مش مبينة. كيف يعني ما فهمت؟ قدامك فاتت زينة لحتى تغير تيابها، أنا كنت قاعدة عم حط الموسيقى وناطرتها وعيط لما حدا يرد علي، تأخرت كثير فتت لأنزت على وقتها، لقيت كل الأغراض موجودين، كل شيء موجود، التليفون موجود، كل أغراضها موجودين إلا هي والتياب الرأس. الشباك كان مفتوح هي مانا موجودة. لك كيف مبينة؟ دوري عليها دوري عليها منيح، عيطي لها بجوز تكون متخبية بشي مطرح. فتشت وعيطت ما عم لاقيها، عيطت لها كثير مانا هون. تينا أنا جاي، ما تتحركي ما تتحركي، جاي لعندك فورا. كثير زعلانة منك، هيك بالتلفن اللي بتقلي أنا مسافر؟ امبارح كنت عندي بالأوضة، ليه ما قلت لي إنك مسافر بكير؟ لأني ما كنت بعرف، بالليل اشتغلت على مطرح على الطيارة ولقيت، وصار لازم أمشي على المطار هلا. مانك خايف من اللي ناطرك هونيك؟ لا اني رايح وعرفان شو ناطرني. خلص هيك استسلمت بهالسهوله؟ انا ما استسلمت، بس كل شيء راكب ضدي، القصه صارت واضحه، رح يقلعوني من الجامعه ومن المختبر. مش معقول، بس لازم تلاقي حل باي طريقه حتى ما تخسر حياتك وشغلك هونيك، حتى لو اضطريت تضحك على سالي حتى تتنازل عن الشكوى. الموضوع لا بايدي ولا بايد سالي، حتى لو هي كانت موافقة، أنا ممنوع أعمل علاقة مع تلميذتي وأنت بتعرفي. هاي الأيام شكلها مو أيامنا، لا أنا ولا أنت. هاي الأيام مو حلوة علينا أبداً. على كل حال أنا رح أدبر حالي منيك، وأنت تبي على حالك هون. يلي حواليكي كلهم ما بتأمن فيهم. أنا كنت بتمنى إني أضل موجود جنبك، بس مثل ما أنك شايفة ظروفي مو أحسن من ظروفك بكتير. رح أشتاق لك كتير. وأنا كتير. انتبه على حالك. أنا رح أعطيكي مفتاح السويت يضل معك، ورح خلي رقمك عندي إذا مشان يحاكيكي ويجي ياخده منك، بركي بيقتنع يجي يقضي هالكم يوم على الأقل ندفعهم، أو ما حدا بيعرف، يمكن أنا أرجع بسرعة. إن شاء الله. المهم هلأ كل شيء هونيك يزبط. إن شاء الله. طيب أنا صار لازم أمشي. مزبوط إنه لو أنا وأنت حبينا بعض مستحيل تعمل معي علاقة إلا من بعد ما نتجوز.
مظبوط، بس لأنه أنت ما بتعرفي قديش أنا بحبك وبحترمك، بس الظاهر أنك ما بتعرفيني منيح. شربوا سهرات. كيف ما تقولي رح نلاقيها؟ تينا روقي روقي رح نلاقيها رح نلاقيها. شو شباب؟ شو صار؟ وصلنا كل الطوائف ما لقيناها. شو الخبرية؟ يلا امشي. يا زينة وينك؟ يا زينة وينك؟ شو بدي اقول لرياض؟ شو بدي اقول لرياض؟ جمال؟ يا جمال؟ ولك يا جمال؟ ولك ليش ما عم تردي علي؟ شو بدك شريفة؟ شو بدي؟ يخرب بيتك، لك هاي بنت رجعت لك صاغ سليم وكل شيء مضي على خير، ليش هيك برمي بوسك فيني؟ لو ما صار اللي صار، ما كانوا استعجلوا عمومة البنت هالقد على جزتها، بدهم يجوزوها بعد يومين، والبنت عم تهدد يا بتهرب يا بتقتل حالها إذا جوزوها العساف. انتبهي على البنت يا جمال. نحن من زمان بنت اخي ابو محمود تريت انه بدنا نجوزها بالقوه، قامت هددتنا وقالت بتنتحر اذا جوزناها، ما صدقناها. نحن جوزناها من هون وهي انتحرت، ولي على قامت قلبي عليها ولساتها لهلا حسره بقلبنا. الله يطمنك ست شريفه. ولك حاجه بقى، لك حاجه تحطي الحق علي، واضح انه عمومتها من زمان واعدينها الرجال فيها. شريفه قولي لي، قولي لي شو لازم أعمل؟ انتبهي على البنت، أنا جاي مشان أطمن عليها. وينها هلا؟ زين بحالها بأوضتها، لا عم تاكل ولا عم تشرب. الله يسترنا من اللي جاي. بعد شوي جايين عمومتها وبدهم يحددوا موعد العرس. لا تقبلي، وأنا بنصحك نصيحة، ديري بالك عليها ولا تخليها تغيب عن عينك ولا لحظة، لأنه الندم ما بيفيد بعدين. مجد انه ما رح اقبل اتجوز رجال غيره، قولي له انه بفضل اقتل حالي وما اكون لرجال غيره. فوتي لجوا ولي، فوتي لجوا، اذا شافوكي عمومتك ولاد عمومتك بيقتلوكي. اصحك يا زهرة، اصحك تعملي بحالك شيء ماله منيح، حرام. انت صبيه وحياتك لسه قدامك، حرام تخسريها كرمال اي حدا مين من كان يكون. قولي لمجد هيك. فوتي لجوا ولي. مثل ما وصلتي. مقبري فوتي. تينا وين زينة؟ وين بنتي؟ يا بدك وين بنتي؟ ليلي وين؟ استاذ رح لك شو روح؟ ما رح روح. وين بنتي؟ وين هذا الشباك اللي اختفيت منه؟ وينه؟ شو لك وين جوا؟ جوا تعبان جوا. Thank you.
بتعرف انه زوزو قالت لي حكي كتير حلو؟ انت شكلك سطلت على الاخر. قالت لك ايه كمان؟ اللي بيشوف زوزو ماشي هيك ممشى بيقول تيشا مرة وسخة وسخة. بس اللي بيحكي معها وبيعشرها بيلاقيها حنونة حنونة وطيبة. أحلى من 100 مرة تعمل حالها إنه هي مسقفة ومكلسنة. لحقت عملت لك غسيل مخ وضحكت عليك بكلمتين حلوين خلاص؟ زوزو ما ضحكت علي. زوزو قالت لي حكي حلو. زوزو ما بتكذب. طب يا سيدي، ست زوزو على راسي من فوق وست الستات وعبقرية. ممكن بقى تيجي تشوف معايا هنعمل ايه عشان تاخد شوية فلوس تتبسط بيها مع زوزو؟ في يموت وارتاح. تعرف ليش؟ لأنه أول مرة بسمع حكي حلو من مرة. هات السكينة اللي بعيدي. هات السكينة. هي لحظة واحدة، لحظة واحدة وبترتاح، ترتاح. بقول لك هات السكينة دي من ايدك بسرعة فوق. هات هات. أنا ما بدي موت. دي اسمع حكي بعد حلو من زوزو. بعدين بموت. اسمع عم أقول لك، لو ركزت معايا وساعدتني في العملية دي هيبقى معاك فلوس تتبسط مع زوزو ومع غير زوزو كمان، وأنا هيبقى معايا فلوس تتبسط مع جنى. ممكن نروح أي حتة نتبسط في أي حتة في العالم، بس انت ركز. ولو عايز بقى حبيبي تنتحر يبقى موت نفسك بعد ما العملية تخلص، مش دلوقتي. فاهم؟ بس جانا ما بتضايقك. جانا بتكرهك. اول ما يبقى معايا فلوس هتحبني تاني. انت فاكر يا مع الراجل اللي معاه ده ليه دلوقتي؟ عشان الفلوس. الفلوس. قلت لك جانا مش رح ترجع لك. يبقى هترجع بالقوة. حياة جنة لإما معايا لإما من غير حياة خالص. فاهم يا حبيبي بتاع زوزو؟ أنا مش هسيبها تدمر لي حياتي وتعيش هي مبسوطة مع واحد تاني. مش هيحصل. سيبني أركز في اللي بعمله. سيبني. الو جنى، انت وين؟ شو في اياد؟ ليه صوتك هيك؟ جنى عم بسألك انت وين؟ انا بالاوتيل. شو في؟ زين اختفت وما عم نلاقيها. شو؟ كيف يعني اختفت؟ ما فهمت. جبتها لعند تينا على المعهد ورحت، وهي فاتت لتغير ثيابها وما طلعت. تينا لحقتها وما لقيتها، لقيت الشباك مفتوح وهي مختفية. يا تعتيري انا وين البنت؟
هربت؟ وين بدها تهرب اياد؟ زينة ما بتهرب وانت بتعرفي هذا الشيء منيح، ليش بدها تهرب؟ شو في لحتى تهرب؟ طيب وين بدها تروح؟ يمكن انخطفت. شو هالمصيبة هاي؟ وسام اخوكي وين؟ وسام اكيد بالشغل. بس ليه عم تسأل؟ لا ولا شيء، بس انا عم فكر اطلب البوليس وانا ما بعرف كثير عالم هون. انت وين هلا؟ انا بمعهد الرقص عند تينا. طيب ماشي، انا جاي لعندك. استاذ، اي متى رح نطلب الشرطة؟ ما بعرف، عم فكر استنى شوي، بلكي بكل اللي خاطفين هنن قراب من هون عم يراقبوا المنطقة، أو إذا أجوا الشرطة ممكن يأذوا البنت. وسام وينك؟ عم تلفلك ما عم بترد. كنت باجتماع، شو في؟ قولي لي. زينة بنته لإياد اختفت. اختفت وما عم بيلاقوها. شو؟ اختفت من الأوتيل يعني؟ من عند تينا من المعهد. لإياد بعده عم ياخذ بنته عند تينا؟ شكله وصلها الصبح لعندها واختفت. أنا هلا وصلت قدام المعهد، رح فوت شوف شو القصة وبرجع بحكيك. ليه أنت رحت عند تينا؟ أنا فرقاني معي تينا وغير تينا. كل اللي بهمني زينة. زينة مثل بنتي أنا مربيتها. كل اللي بهمني إنه نلاقيها وبس. طيب أنا رح أخذ إذن وأجي لعندك بسرعة. طيب تعا بسرعة، ناطرتك. لك أنا العرس الخميس حبيبتي، خميس اللي جاي، وما بقى رح ننطر ولا نهار زيادة. قلت لك ما رح أتجوز إلا مجد. بدك تتجوزي وأجرك فور رقبتك ولي، فاهمة؟ بدك تتجوز الرجال اللي عزونا، مش هيدا المضروب اللي شعره منكوش فالعوز. عمي قلت لك ما رح اتجوز السيف. عم تتحديني ليه؟ تعالي هوني، تعالي هون بتلعبي. الحقيقة زهرة، الحقيقة طمني اياد، عرفتوا شيء؟ لا ما عرفنا شيء لسه. طب خبرتوا البوليس؟ لا، خايف بلكي بلكي اللي خطفوها بيتصلوا. اللي خطفوها؟ ليش شاكك بحدا؟ شاكك بكثير ناس، عشوي رح شك بحالي. شوفي يا جمال، شوفي شوفي زهرة، فيها شيء؟ ولك قل لي يا ابني وين البنت؟ بس قل لي. ما عم بفهم شو قصدك. شوفي يا جمال شو صاير، بنت هربت وتركت البيت. طيب نحن شو دخلنا من وقت ما اجيت من عندك ما شفتها؟ شو دخلكم؟ شوفوا ليه؟ إذا ما بتقل لي وين مخبي زهرة رح طلعكم كلكم من البيت وما تضيعك إلا هلا. والله ما بعرف وينها، ما بعرف وينها. ما بتعرف وينها؟ علقوا يا شباب. شو يعلقوا؟ We'll be right back.
شو بك يا حبيبتي؟ ليه صوتك هيك؟ أنا خايفة ماما. خايفة؟ من شو خايفة حبيبتي؟ هي جايب بنته لهون على الراس لعند مثل العادم فاتت لتغير التيبة. في حدا فات من الشباك وخطف البنت مش موجودة بقى مش عارفين وين زينة ماما. شو؟ إيه؟ ياد فقد أعصاب والدنيا هون قايمة قاعدة. بترجيك تعي بدي كنت موحدة. ياد هلا ما بلغ البوليس لأنه الناظر الخاطف يدق له بس إذا ما دق له راح يتهموني لقلي أنا اللي كنت معها أنا وياه لحالنا. ياد هتيري أنا؟ أنت وين هلا؟ أنا هلا هون بالمعهد. بدي هيك دقي للبابا تقولي له يترك شغله ويجي لعندي بقف وحدي مرعوب قلبي خايفة كثير. ما تعتلي هم رح احكي واجي انا وياه لعندك خليكي مطرحك ما تتحركي اوكي؟ اوكي يلا تعب بسرعة اوكي؟ بسرعة. شو في شو صار؟ شو انت مالك بالشغل اليوم؟ جيت بسرعة لما جانا خبرتني شو صار. شو في؟ شو صار معكم؟ والله ناطرين بركي اللي خاطفين بيتصلوا بيطلبوا مصاري وما بيطلعوا خاطفينها كرمالي يحرقوا لي قلبي. يا جماعة خلينا ندق للبوليس حرام هالوقت الضايع اللي عم بيروح من قدامنا والله حرام. لا معلش بدي استنى شوي. نزلوا بوريتكم ونزلوا الصبي مشان نقدر نتفهم. دخيلك يا فؤاد دخيلك بكفيني هم بنتي. نزلوا هالصبي. معكم ساعة واحدة لترجعوا البنت وإلا وإلا شو؟ رح خلي الشرطة تتصرف. يلا شباب سرحوا بالحرش روحوا فتشوا عزارة. يلا عمتي نزلوا الولد. نزلوا انت. الله لا يوفقكم ولا يوفقك انت يا جمال. تعوا تعوا لا يا ابو محمود لك لا هون محمود ولا هون عمر لك شو بدك تروح لك اطلع بس اتركوا عندك خايفة يفلت من ايدي. شو بدك تفوتوا من هنيك موجوع. شرف هدول حقك بتروح من هون وبتنسى الموضوع نهائيا. بص يا حريص يا استاذ. الله معك. شو يا أمورة؟ أنكل محمود. روقي روقي. أنا خايفة منه ما تخليوني هدوني خليني معك أنكل. لا تخافي عدي عدي ما حدا رح ياخذك عدي. كنت كتير خايفة أنا ما بعرفهم بس لا عملوا معي هيك وهلأ تينا بتفتش علي وما بتلاقيني وبدق له لدادي ورح يخد بس ما يلاقيني. هذا عز الطلب عمي هذا هو المطلوب. خدي كلي شوكولاتة وشيبس وعلكة. ماني جوعانة فطرت الصبح وبعدين لما بدي اتمرن على الرقص ما باكل كتير. ايه تسلميلي انت وابوكي. كيفن كلهم؟ ماجد وزهرة وأنتي شريفة وأنكل عامر وأنتي سامية. أنت حفظتي أسمائهم كلهم؟ إيه وأمها لزهرة اسمها جمال وجده اسمه أبو محمود بس هو اسمه نجم. بس أنا ما شفت نجم وغرام إمتى رح شوفون؟ هلا هلا بس تطلع لفوق بتشوفيهم. عم يستنوكي كلياتهم فوق. من دون البابا رح نطلع؟ البابا بس نوصل لفوق بيكون سبقنا. ملاقي عم يستنانا هنيك. عن جد؟ طب خلينا نطلع. انت ما معك تياب غير هدول؟ ما معك شنطاية تاني فيها تياب؟ لا تيابي بعدن عن تينا. تعال نروح نجيبن من هنيك وبجيب الموبايل تبعي كمان وبحكي دادي وبقلن انه نحن طالعين. لا عمو لا تطلع بتيابك هدول هنيك في تياب بعدين هنيك في اكلات طيبه عم يستنوك لياكلوا معك. هقتك جوعان خد هالشوكولا. لا لا ما بدي اكل
لا تتحركي شوي وبرجع. ايه عمتي خير؟ يا محمود وينك انت؟ وينك لك؟ نحن بالويل. حاجة تولولي عمتي، قولي لي شو صاير، احكي لي. زهرة هربت من بيت أهلها، قاموا إجوا أهلها وبهدلونا وعلقوا لها مشد على الشجرة، ونحن هلا مالنا عرفانين شو بدنا نعمل، قالوا بعد ساعة بدهم يجوا ويشحطونا من البيت ومن الضيعة. شو عم تحكي عمتي؟ أعطيني عامر، أنا بالوين أخذكم بدل ما أجي لعندكم. عامر ماله هون؟ مثل العادة لما بدنا يا ما بنلاقيه، قلي قلي شو أعمل؟ هلا بدي إلى إياد، بتقولي له شو صاير؟ بتخوفيه، بتكبري له الموضوع، بتكذبي عليه، ما بعرف، المهم تخليه يجي ركض لعندك. بدك يعني كذب عليه؟ هيك وجعت الراس. ماشي عمتي، ماشي ماشي. وجعوك؟ اه يا ربي تسامحني. نجم الله يلعن الفقر. عندي المي السخنه بتطشك. يلا ماما بسرعه. خلص بعدي هيك بعدي. ما في شيء، خلص ما في شيء. والله ما رح ينكسر ظهرنا غير من وراك. خلص مو ناقصني انا. اكيد عم شغل المصيبه يا ابو فادي. خير شو فيك؟ تلفلي وصار هلا. شو بده؟ مصيبه وقعت على راسنا. بنت اياد انخطفت. شو؟ شو قال لك وسام على المضبوط؟ ما قدر يفسر لي ولا يخبرني شيء. لا يأكل في ناس حده، بس فهمت منه انه خايف ما يكونوا فادي وهالمضروب نبيل عاملينا. ايه ما هن جرروا يخطفوا جانا ما توفقوا، وهلا خطفوا البنت ليخطفوا فديانا، مفهومه؟ هيدا اللي طلع معك؟ ولك اسكت اسكت. بس مين يا بقلوسة؟ هيدي امي. طب رد عليها. ايه امي خير؟ امي حبيبي تقبرني انت، وينك؟ بديار البلي، يعني وين بدي يكون؟ خيك وسام تلفن وقال بنت اياد خطيب اختك جانا انخطفت، البنت مختفية يا امي ومش معروف عنها شيء. شو عم تحكي انت؟ تقبرني حبيبي. ليك ابني انت بتعرف شي عن هالموضوع؟ كيف بدي اعرف يعني امي؟ ليكون وسام معبيلك شي براسي. لا 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 حبيبي لا تقبرني، بس انا قلت لانه صارت قصة اختك جانا مع نبيل، قلت بركي يعني بتعرف شي. خلص امي حل عني، انا شو بدي اعرفني يعني؟ بقى بنته لإياد صاحب جانا مخطوفة وشكلهم شاكين فينا. بتقول ايه؟ لما حالتك بسرعة وفك الكلب. لا وين بدنا نروح؟ يلا روح لزوزو. يا ابني سيبك من السمكة دي بقى، ويلا يلا مش وقت السمكة دلوقتي. يلا زهرة هربت من بيت أهلها، قاموا اجوا لعنا ضربونا وضربوا مجد لحتى صار دمه حميمه وعلقوه على الشجرة وعطونا مهلة ساعة، بدهم يقلعونا من البيت. انتوا كلكم فوق؟ محمود فوق؟ ايه كلنا، بس أخوك محمود راح يجيب المفتاح من عند رفيقه. بدك تساعدنا عمتي؟ إذا ما بدك تساعدنا ديننا ونحن منردهم بعدين. والله أنا بشتغل وأخواتك بيشتغلوا ومنردهم. تقبرني إن شاء الله. بتقبرني، ساعدنا. طيب سكري سكري لبعدين بحكيكي، سكري. لازم اتصل بالشرطة.
اهلا اهلا بالحلوين، كيفكن؟ انا منيحه، ماشي حالي تمام. اعملي لنا قهوه جوجو. زيزي اعملي لنا قهوه. اوكي اوكي مدام. هي شو في؟ شو صاير؟ سردياتهم شلون علقوا هالصبي على الشجرة؟ بعت لهم 2000 حمى إلهي. يخرب بيتهم يخرب بيتهم يخرب بيتهم. يبعت لهم 2000. هات عمتي شلح بوطك واعطيني رجليك. عمتي ما فيهم شيء. شلح بوطك واعطيني رجليك. عم قلك ما فيهم شيء عمتي. لك خلص مثل ما لي عم قلك. مو ناقصني أنا. الله يرضى عليك، هذا كلياته بيعلي. لك ما فيهم شي، ليكي ما فيهم شي، خلص شكرا. يخرب بيتك شو عنيد، يخرب بيتك شو عنيد. طب وشاكك بحدا معين؟ سيدنا ممكن كل اللي ما لهم علاقة بالموضوع بشكل مباشر يطلعوا؟ أكيد. اللي ما له دخل يا شباب يطلع لبرا. اللي مين أعدائك؟ مين شاكك؟ شاكك بالكل سيدنا، بالكل. شاكك بناس ممكن يخطفوا لي بنتي مشان ياخذوا فدية، مثل أهلي، مثل فادي أخو جنى، ومثل نبيل جوزة القديم. وشاكك كمان بناس هددوني إنه بدهم ينتقموا مني. مثل مين يعني؟ مثل وسام أخو جنى. ويمكن تينا. ويمكن جنى. Thank you.
احكي مع حالي ونسي الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الالم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا كسر قلبي مثل الايام صعب العمالي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته مثل الايام أنا وأنت بقلبك محلي وجوه قلبي أنت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحي يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي صعب كمل حياتي يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب انسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت